بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الناظر محمد أحمد حمد أبو سن، الناظر قبيلة الشكرية، أنا حقيقة دار أرسل لك رسالة واضحة جدا من مكة، مكوك السلطنة الزرقاء. الأخ الناظر، أنا أتمنى أن تبعد قبيلة الشكرية من هذه الحرب للأمانة والتاريخ. الشكرية دي لهن بطاحين، حنا كل القبائل الموجودة في الجزيرة هم هن، ودي مسؤوليتنا احنا كمؤسسة بتاع الدعم السريع. حقيقة انت في خطابك اللي قدمته ما توفقت فيه اطلاقا. الحرب دي ما حرب بتاعت قبيلة، الحرب دي حرب ظلم لنخب مارسوا هذا الظلم على المجتمع السوداني في كله، ومن ضمنهم الشكرية ذاتهم مارسوا عليهم هذا الظلم. فللحقيقة وللأمانة والتاريخ، كيكل ما وجدوا في مؤسسة الدعم السريع، مشكلة لو مشى بالسودان، لو مشى للعمرة بتاعين الدول ديل كلهم ما بيلقاوا. كيكل وجد كل الاحترام، لكن حقيقة هو خان العهد وخار رفاق، وأدخل البلد كله وأقحمها في دوامة لا حول بها ولا قوة. نحن آخر ناظر، نحن قيادات همنا بناء دولة سودانية، همنا سلام، وأي سلام النتائج بتاعه بيجي بدون بناء الدولة السودانية بأسس جديدة هو مرفوض تماما. فرسالتي لك، أنا أتمنى تسحب الخطاب التعبوي للأهل في الشكرية ضد الدعم السريع تماما، وتبدأ صفحة جديدة، لأنه ما فيش قبيلة ممكن تحارب مؤسسة مدججة زي الدعم السريع. الدعم السريع الآن خاشي في السنة الثانية، وهو بحارب دولة عميقة، دولة اتورثت من الإنجليز، عاست فساد فترة بتاع 68 عام جسمت على صدور الشعب السوداني، وانت تعلم الكلام ده جيدا. وما الإدارة الأهلية في السودان إلا كومبارس بالنسبة لنخب الشمال النيلي، انت بتعرف الكلام ده كويس. نحن كلنا كنا كومبارس بيستخدمونا استخدام لمصالح. فيا أخي العزيز، نحن في الدعم السريع، الكلام ده أنا بقوله لك باسم القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وباسم قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم، أنا بقول لك بملء الفم، نحن الآن صدورنا مفتوحة ويدنا ممدودة لكل الناس. حقيقة الآن نحن ممكن نجنب أهلنا الشكرية هذه الحرب العبثية. كونوا بعيدين، وأي مجرم أي مجرم من القبيلة دي وقف مع الجيش هيحاسب. نحن ما بنعتبر هذا جيش، نحن بنعتبره ميليشيا بتاعت كرتي وميليشيا بتاعت نخم بتاع شمال نيلي. وما الجزيرة وإلا إحدى ولايات السودان المهمشة والمظلومة، وإنت تعلم الكلام ده جيدا. عموما وأخيرا، نحن الآن لو في أي حوار ممكن يجنب الأهل حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على هذه الدماء الممكن تسيل هدرا دون ذنب، مرحب بك في منظومة الدعم السريع، مرحب بك. ونحن ما عاوزينك تنضم لنا أصلا طاغا، لكن عاوزينك تجنب أهلك الوقوف مع دولة 56، ده كل المطلوب. ونحن الآن في قمة الجاهزية، أنا أتمنى الرسالة حقتي تصلك، أتمنى الرسالة دي بالمناسبة يعني هي ما مدفوعة الثمن، هي رسالة بتاعت شخص انه خايف لأهله. وانا بفتكر انه الشكرية اهلي، زي المسيرية اهلي، والنوبة اهلي، والرزعقات اهلي، والبجة اهلي، والفونج اهلي، وكل قبائل السودان هم اهلي. يعني انا عاوز اجنب كل اهلي المواطنين الابرياء من هذه الحرب. احنا ما عاوزين مواطن يخش في الحرب دي. الحرب دي بيننا احنا كمؤسسة بتاع الدعم السريع، وما بين نخب
الشمال النيلي العاص فساد زهاء 68 عام. دي حربنا فقط. نحن عاوزين نبني دولة سودانية جديدة في النهاية تحترمنا ونتساوى فيها بالقانون. ده كل ما نطلبه. وفي النهاية أنا أتمنى أن كل الأهل والشكرية الحملوا الآن مع الجيش كمستنفرين في حرب عباسية وهم يدعون أنها حرب كرامة. ما فيش كرامة، ما فيش كرامة غير أنك تكون بعيد من هذه الحرب وفي النهاية يعني تدلو بدلوك للطرفين الدعم السريع والجيش، ولكن وقوفك مع طرف فتأكد ستنصنف عدو واضح جدا وحيتعاملوا معك معاملة العدو. أتمنى أن الرسالة دي تصل لكل أهلنا الشكرية، وأتمنى أن أهلنا الشكرية يعني في النهاية صوت العقل مهم جدا حفاظا على الأبرياء. الشيء المؤسف كيكل حرب وخلى الأهل في نار، خلاهم في نار حفاظا على روحه وهو فرد، وهنالك آلاف من المواطنين الأبرياء الآن هم في هذه النار. أنا أتمنى أخ الناظر الخطاب بتاعك يكون خطاب واضح، وعليك اللي خليك في المنطقة الوسطية ما بين الدعم السريع وما بين الجيش بيكون أفضل، لكن ونس إنك وقفت مع الجيش فتأكد تصنيفك هيكون تصنيف عدو ومع الرسول إلى البلاغ المبين. تحياتي لكل الأهل أهل الشكرية، وتحياتي لأهلي البطاحين، وإن شاء الله إحنا في الأيام القادمات حنكون في 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 تنبول وحنكون في الجزيرة وحنزور الأهل وبنطمنهم. خالص التحايا لكل قيادات الشكرية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب السوداني العبي إن شاء الله تكونوا بخير وعافية، ربنا يحفظكم أينما تكونوا. طالما وصلت لحد هنا فبالله يدك على الشير، يدك على اللايك، يدك على الاشتراك. وصل الفيديو دي لكل أسرة سودانية، وصل الفيديو دي في كل الجروبات اللي عندك. في النهاية هو عمل طوئي للشعب السوداني أو الحس وطن الناس تكاتف. يلا يا شباب شير لايك، وصل الفيديو لكل الجروبات اللي عندك. طيب التحية لكل أسرة سودانية فقدت فرد من أفراد العائلة. إن شاء الله ربنا يرحم شهداءكم، ربنا يرحم شهدانا، شفاء عاجل للجرحى والمصابين، وعودة حميدة للمفقودين يا رب العالمين. التحية الثالثة لقواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة، الآن هم متواجدين على مستوى الميادين. فربنا يسبركم، ربنا يثبتكم، ربنا يسدد خطاكم، إن شاء الله منصورين بإذن الله. ونؤكد لكم كل الشعب السوداني الآن كله خلف القوات أو واقف خلف قواته المسلحة، واقف خلف قواته المسلحة وقواته المشتركة دفاعا عن العرض، دفاعا عن العرض. وما تفتكر بأن الجيش السوداني والقوة المشتركة أنتم تصيرون لوحدكم، لا، كل الشعب السوداني الآن 48 مليون نسمة أو 45 مليون نسمة هم الآن مع قواتهم المسلحة، هم الآن مع قواتهم المشتركة، هم الآن مع الوطن. وبعزيمة قواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة وعزيمة الشعب السوداني منصورين بإذن الله في هذه المايكة دي، ما في اثنين بتخالطوا فيه، والدلائل واضحة جدا على مستوى الميادين. وقواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة تحقق انتصارات متتالية في محاور كثيرة جدا، مما أدى إلى بكاء وصراخ ميليشيا آل دغلة، وشايفينهم الآن. والتحية أيضا لمواطنين مدينة طنبول أو محلية طنبول، صدوا سداء أو قدروا يواجهوا الميليشيا بالعصا وبال أشياء كثيرة جدا. دائما نحن بنقول الشخص اللي بهارب هو القلب البهارب ما الأعتاد البهارب، والحمد لله ربنا أعطى الشعب السوداني كله حتى النسوان في الفاشل ربنا أعطاهم قلب، وده المطلوب عند كل إنسان سوداني لازم يدافع عن وطنه بقدر الاستطاع. والحمد لله حصل مبارك في مدينة محلية طنبول والفاشر، كل المواطنين طلعوا دفاعا عن الوطن، طلعوا دفاعا عن الأرض. ومنصورين بإذن الله، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم، ربنا يكون سند لنا في كل المحاور اللي قواتنا المسلحة بخوضه وجيشنا بخوضه. فشايفين رسالة المك أبو شرطان، صراخ شديد، بكاء شديد من قبل مواطنين، ده كله تصدي كان مبارز صدوا عليه المواطنين محلية طنبول ومواطنين الجزيرة
وكل المحليات اللي بجنوب شرق الخرطوم اللي هي الجزيرة عموما. فصراحة خلى الميليشيا تكورك، خلى الميليشيا تبكي بدموع دم، لأنه صراحة ما كانوا مضوخين بأنه يا أخي مواطنين يصدوا لهم، ولكن اتفاجئوا، وما فقط في دنبور ولا فقط في الجزيرة، فالآن كل الشعب السوداني محل ما تقبلوا محل ما تتجهوا فشعب سوداني موجود. فحتى حوادينكم الآن لما تمشوا عليهم ما هيستقبلوكم، لأنكم عشتوا فسادا في الأرض، والزول اللي بيعيش فسادا في الأرض ما منصور مهما كانت القوة الجبروتية بتاعته شنو، ولا الأعداد اللي كان بيمتلكوا شنو. والآن انتوا انحزمتوا في كافة المحاور يا ميليشيا دالي دوغلو، ومطلوب عليكم الآن استسلام فقط يعني، فما في خير. حتى الإمداد اللي كان بيجيكم الآن ما في يعني. زمان كنت في بداية الحرب شايفكم بتاكلوا بيتزا وبتاكلوا أكل مستورد وهنا، فالآن بقيتوا بتاكلوا عصيدة يعني. ف نحن فخورين بوجبتنا السودانية والله، لكن ف ده الحال وسلبيكم هنا يعني. حتى الأكل اللي بتاكلوه والأمبارح مع السفيان ده ما عرفناه ده شنو ذاته يعني. فصراحة انتهيتوا انتوا يعني، فانتهيتوا في نظر الشعب السوداني، انتهيتوا في نظر المجتمع الدولي، انتهيتوا في كل شيء. والآن ف قيامتكم قامت يعني. إن شاء الله الناس تشير الفيديو دي، الناس توصل الفيديو دي لكل المجموعات اللي عندك، لكل الأسرة السودانية، علشان الخبر تأيم وزيادة خير بتكون خيرين يعني. ربنا ينصر قواتنا المسلحة، ربنا ينصر قواتنا المشتركة، ربنا ينصر الشعب السوداني يا أخ منصورين بإذن الله. الناس تحاول تتكاتف مع بعض، فقريبا السودان خالي من ميليشيا علي دقلو، وربنا ينصرنا يا رب العالمين. دمتم ودام سوداننا بألف خير، محباتي لكم مع ألف سلامة. باي باي.